أعلنت وزارة الداخلية القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتورطة في حادث الواحات باستثناء إرهابي واحد تم القبض عليه وهو ليبي الجنسية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الإرهابي المقبوض عليه يدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري ويقيم بمدينة درنة الليبية، وأن جميع العناصر الإرهابية التي تم تصفيتها تلقت تدريباتها في ليبيا. كما أضافت الوزارة أن البؤرة الإرهابية يتزعمها الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد، مشيرة إلى تورط تلك البؤرة في حادث استهداف حافلة تقل بعض الأقباط أثناء توجههم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا في مايو الماضي. وأكدت الوزارة أن القضاء على البؤرة وضبط المرتبطين بهم أدت إلى إجهاض مخطط إرهابي موسع يستهدف العديد من المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.